بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. معكم بن إدريس من سيوة، من جمعية شباب الساحل الشمالي وجمعية التنمية الزراعية. احنا هنتكلم النهاردة مع الأستاذ سمير عن التقرير اليومي، وهنعمل عليه ملخص إن شاء الله بإذن الله. أولا هنتكلم عن المشروع وإيه اللي حصل في المشروع في خلال 48 ساعة، وعن السياحة والسياحة العلاجية، وإيه الرابط ما بين السياحة العادية أو سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية. ومعنا الأستاذ سمير. أستاذ سمير، هتقول إيه للتقرير للناس وحبايبنا عن 48 ساعة اللي عدوا بالنسبة للمشروع؟ السلام عليكم، وكل عام وانتم بخير، وتشرفت بيكم، وشكرا ابن إدريس المدير التنفيذي للنشاط العام للجمعية التعاونية لإصلاح الأراضي، التنمية الزراعية وإصلاح الأراضي بسيوة، وجمعية شباب الساحل وصاحب الأفكار الشاب السيوي اللي بنفتخر ان احنا الحمد لله ربنا اهدهولنا. انا بشكركم ومش هطول عليكم. احنا طبعا الحمد لله زي ما انتم تابعيننا بدأنا العد التنازلي حتى 1/7، واخذنا على عاتقنا ان احنا نقدم تقرير وبنبعته على الفيس وعلى صفحات المشروع وصفحات الجمعية. ولكن الان حبينا ان احنا نقول الحمد لله في خلال 48 ساعة بنحاول النهاردة ننهي كل الحاجات المتعلقة بالنزول على الأرض للمشروع بإذن الله في 1/7، وبداية أول بير في الأرض إن شاء الله على بركة الله. وبإذن الله هيكون في احتفال للمؤسسين اولا اللي بنشرف بنشاطهم معانا ومشاركتهم الفعاله، وبرضك مقدرين ان فيهم ناس مسافره ولكنهم في القلب زي ما في سيوة في القلب، وسيوة تستحق. فمنتظرين ان شاء الله ان احنا نتواصل ان شاء الله. بالنسبه لموضوع السياحه، فالسياحة عندنا هي استجمام وهدوء، ففي ربط ما بين حمامات الرمل اللي احنا ان شاء الله هنوافيكم على بالكتير صور حية لنا على الارض بتاع حمام الرمل، والاستجمام بالسياحة. الحرارة الناس تقول يعني سيوة درجة حرارتها فوق 50، احنا بنتكلم دلوقتي في الظهيرة الحارة من صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، وفي جو الطلق في الشارع أو في المكان. إحنا بنقول إن سيوة في أي مكان له مظلة، فأنت بتعيش بدون حرارة، بدون رطوبة، بدون عرق، بدون متاعب. حتى الناس اللي ما بتقدرش تنزل حمام رمل لحساسية الجلد أو لبعض الأمراض، فهي بيحصل لها استشفاء وعلاج بمجرد وجودها في سيوة، لدرجة الحمد لله أن الإنسان بيلاقي نفسه يوم عن يوم كأنه أخذ كورس علاج مكثف. شكرا، ونتقابل في التقرير. نشكر الأستاذ سمير عن الكلمات الجميلة دي، وإلى اللقاء إن شاء الله.